ترين كورتيلات قسما بالله. لو خدوا المركز الرابع هطلع اشيد بيهم، والتالت هطلع اشيد بيهم، والفضه هطلع اغني لهم، والذهب هطلع اعمل لهم فرح. وزي ما قلت امبارح وبكررها تاني، البرونز مش لايق عليكم، انتوا لايق على صدركم الذهب، لان انتوا ابطال من ذهب، انتوا رجال من ذهب، انتوا جدعان من ذهب، انتوا مجموعه من ذهب، ذهب في ذهب. لما انا اكسب البرتغال واكسب اليابان واكسب المانيا واكسب البحرين واكسب السويد واكسب الماتشات دي كلها، لما نلعب ست ماتشات اخسر مباراه واحده واكسب خمسه، لما اكون اول منتخب عربي وافريقي يصل الى نصف النهائي، ما يكفينيش. انا اللي هيكفيني انك النهارده الساعه 10 الصبح، انا بقول النهارده لان الساعه تخطت الواحده صباحا، انك تموت نفسك والاخر قطره عرق، وراضين باي نتيجه، راضين باي نتيجه. بس انتوا ما تبقوش راضين باي نتيجه، انتوا انا عارف اصراركم، ولاد الدرع ولاد وابن ممدوح هاشم وابن المستشار زين العابدين وابن هنداوي وابن الطيار واحمد هشام وابن الوكيل وكل الولاد، اسف لان انا بنسى بعض الاسماء. انا عارف انتوا اللي هيرضيكوا الذهب، او على الاقل ان انتوا تكونوا في الفاينل. عارف ان انتوا مع منتخب الخبراء بكره، منتخب فرنسا يطلق عليه منتخب الخبراء، عارف ده. بس عارف انتوا من جواكوا قد ايه، انتوا حرصكوا واصراركوا وعزيمتكوا. ربنا يكرمك يا كاتونجا يا اخطبوط يا هنداوي والطيار معاك، وتبقوا في افضل مستوى، لانه مستوى الحراس بيفرق جدا جدا في هذه البطولات وفي هذه المباريات. معاك حارس على مستوى عالي، نص فرقتك متامن مضمون، معاك ديفنس كويس. في الهاندبول بالتحديد لما بتدافع كويس بتكسب. ادعوا، اتمنوا لهم التوفيق. الناس اللي قلبها ابيض وطاهر وجميل وبيحب البلد بجد، ايوه انا بصراحه نفسي في ذهب. انا يعني بفرح لكل اخواتنا العرب والافارقه والناس كلها، لكن من جوايا ببقى هتجنن ان انا ما خدتش ذهب، لان انا متاكد ان احنا سهل جدا ناخد ذهب بشويه تركيز. بلاش شغل الفهلوه، بلاش شغل ان حد هو اللي عايز يستفيد، لا خلي البلد هي اللي تستفيد. والبلد هفضل اقول لك ومش هتعب، انه عندك كل الامكانيات وكل البنيه التحتيه. عايز تروح اسوان، عايز تروح مرسى مطروح، عايز تروح العاصمه الاداريه، عايز تروح اسكندريه، عايز تروح بورسعيد، عايز تروح الاسماعيليه، عايز تروح المحله، عايز تروح بني سويف، عايز تروح دمياط.